سوريانا اف ام تقدم وطني لك أغني. إعداد وتقديم ناصر عقيل. مشاركة في التقديم رؤى علي. ولكن مع كل فرحة وكل انتصار لا يخفى الحزن من الأزمان والأذهان. رحل عن سوريا في 26 من آذار عام 1985 شيخ الثورة السورية الكبرى وزعيمها سلطان باشا الأطرش، ونعاه رئيس الجمهورية العربية السورية آنذاك الرئيس حافظ الأسد، ودفن الأطرش في قريته القرية بين أهله وناسه هانئا ومكرما، وترك وصية سياسية وطنية لأجيال سوريا القادمة. ومن بعض ما جاء فيها قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأبنائي العرب، اعلموا أن الحفاظ على الاستقلال أمانة في أعناقكم، بعد أن مات من أجله العديد من الشهداء وسالت للوصول إليه الكثير من الدماء. واعلموا أن وحدة العرب هي المنعى والقوة، وأنها حلم الأجيال وطريق الخلاص. واعلموا أن ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، وأن الإيمان أقوى من كل سلاح، وأن كأس الحنظل في العز أشهى من ماء الحياة مع الذل، وأن الإيمان يشحن بالصبر ويحفظ بالعدل ويعزز باليقين ويقوى بالجهاد. عودوا إلى تاريخكم الحافل بالبطولات الزاخر بالأمجاد، لأني لم أرى أقوى تأثيرا في النفوس من قراءة التاريخ لتنبيه الشعور وإيقاظ الهمم لاستنهاض الشعوب فتظفر بحريتها وتحقق وحدتها وترفع أعلام النصر. واعلموا أن التقوى لله والحب للأرض، وأن الحق منتصر، وأن الشرف بالحفاظ على الخلق، وأن الاعتزاز بالحرية والفخر بالكرامة، وأن النهوض بالعلم والعمل، وأن الأمن بالعدل، وأن بالتعاون قوة. الحمد لله ثم الحمد لله، لقد أعطاني عمرا قضيته جهادا وأمضيته زهدا، ثبتني وهداني وأعانني بإخواني، أسأله المغفرة وبه المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل. أما ما خلفته من رزق ومال فهو جهد فلاح متواضع تحكمه قواعد شريعة السمحة. سلطان باشا الأطرش. قدمت سوريانا اف ام وطني لك أغني. إعداد وتقديم ناصر عقيل. مشاركة في التقديم رؤى علي.